بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن أقسام العبادة، ومنها العبادات الباطنة تشمل الأقوال الباطنة وهي التصديق والمعرفة واليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على التفصيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال الباطنة من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشوق إلى الله والرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده والصبر والرضا والتوبة والإخلاص والذكر، فهذه عبادات القلب، الأعمال القلبية. ومنها الأقوال الظاهرة، وأصلها شهادة أن لا إله إلا الله، نطق اللسان بالشهادتين الذي بدونه لا يصح إسلام الإنسان طالما قدر على ذلك، ولا يكفي مجرد الاعتقاد الباطن في ثبوت حكم الإسلام ظاهرا وباطنا، خلافا لأهل البدع الذين يرون أن نطق الإنسان للشهادة ليس شرطا أساسيا في إيمانه، بل ولا هي من حقيقة إيمانه كما يزعم بعض الجهلة منهم. والذي لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جميع الخلق أن يقولوا لا إله إلا الله، ليس فقط أن يعتقدوا ذلك بقلوبهم، فقد كان من اليهود من يعتقدها ويعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك كان أبو طالب يعرفها باطنا ويصدق بها باطنا، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، لذلك كان تارك النطق بالشهادة مع القدرة عليها خارجا من الملة، لا بد أن ينطق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هي من حقوق لا إله إلا الله، فتثبت العصمة ابتداء بمجرد النطق بالشهادة، ثم يلزم الإتيان بباقي الواجبات. هذه واجبات الدين، فإذا لم يؤديها الإنسان لم تستمر عصمة دمه وماله أو أحدهما على حسب الحال. ربما ثبتت عصمة الدم دون المال، أو المال دون الدم، على حسب الحق الذي تركه، وربما تنتقد العصمة بهما جميعا على حسب ما ارتكبه من جرم. وذكرنا أنه من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام من كل من جاءه يريد الإسلام النطق بالشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله بذلك مسلما. فهذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله معلوما من الدين بالضرورة. نقول: أما من زعم من المعاصرين أن العرب كانت تعلم معنى لا إله إلا الله ولوازمها وشروطها، ولهذا كان نطقها منهم دخولا في الإسلام، وأما اليوم فلا يثبت بذلك حتى ينظر في سلامة صاحبها من الشرك وصحة فهمه لمعناها ولوازمها. هذا الكلام شغب به جماعات التكفير والتوقف، ومن يكثرون القراءة في كتابات الأستاذ أبي الأعلى المودودي وسيد قطب ومحمد قطب. وهذا الأمر قد يفهم من كلامهم،
بل قد يفهم من كلام من هو أعلى قدرا وشأنا من كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله خطأ بالقطع واليقين، والله أعلم بمقصد المتقدمين. هذا القول قول باطل بلا شك، يعني حكم لا إله إلا الله في زماننا أو في أي زمن لا يختلف عن حكمها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أولا لم يكن جميع العرب يعلمون تفاصيل معنى لا إله إلا الله كعلم أبي جهل وأمثاله الذي يعلم لوازم الكلمة ويعلم حقيقة ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من نبذ كل أنواع العبودية لغير الله وفهمهم الجيد لمعاني العبودية. بل قد وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم حدثاء عهد بشرك وهم عرب قح، منهم يعني من أهل مكة من الطلقاء، وقع منهم ما يناقض لا إله إلا الله وهم لا يدرون، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين معه من الطلقاء 2000، فقال أبو وقد الليثي وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، كان في شجرة سدر شجرة نب يلزمها المشركون ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها وطلبا للنصرة بتعليق الأسلحة عليها، يقال لها ذات أنواط كما يتخذ كثير من الناس أشياء يتبركون بها من القبور والحديد والنحاس الذي عليها وبقع معينة يتبركون بها. قال أبو واقد راوي الحديث فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. فقد خفي على هؤلاء الصحابة لحداثة عهدهم بالشرك أن هذا القول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يناقض لا إله إلا الله، فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة تساوي كلمة من قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولا شك في مناقضة الثانية صراحة للا إله إلا الله، فكيف تطلب أن تجعل إلها مع الله وأنت تقول لا إله إلا الله؟ طلب جعل إله من دون الله مناقض صراحة. قد جهل هؤلاء أن تلك الكلمة تناقض لا إله إلا الله مع علمهم بالعربية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه تساوي هذه، خفي عليهم أن هذا يناقض لا إله إلا الله فهم من العرب ومن قريش. فهل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك الحكم فيما يثبت به الإسلام عندما رأى هذا الأمر، أم ظل الأمر على ما هو عليه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله. ماذا كان يحكم به الإنسان بالإسلام؟ أسامة بن زيد كان في نفس هذا التوقيت عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ غزوة جهينة كانت قريبة من غزوة الفتح ومن غزوة حنين في نفس التوقيت تقريبا، هل غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم؟ لا، لم يغيره قطعا، لكن بين لهم خطأهم، بين لهؤلاء الصحابة خطأهم وجهلهم، واستمر الحكم ثابتا في ثبوت العصمة والإسلام بمجرد النطق بالشهادتين. ولم يطلب المسلمون عند جهادهم من غير العرب أكثر من هذه الكلمة من النطق بها للدخول في الإسلام. وفي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل وكسرى وغيرهم من ملوك الأرض من غير العرب لم يزد على قوله أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين
وإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم بمعنى الربوبية ومعنى العبادة كما جاءه عدي بن حاتم فقال له يا رسول الله إن لسنا نعبدهم لما قرأ قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فقال إنا لسنا نعبدهم فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذه عبادة ومع ذلك عندما أرسل هذه الرسائل وعندما قاتل المسلمون الكفر من الفرس والروم ماذا طلبوا منهم أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يعبدوا غيره في الإجمال الإجمال كاف في ثبوت الحكم بالإسلام ظاهرا وباطنا ثم يتعلم بعد ذلك أنواع العبادة ومظاهر العبادة فإن أصر على أن يصرف شيئا منها لغير الله كان مشركا لكن الإجمال في أنه لا يعبد إلا الله كاف في ثبوت ذلك وكذا قول لا إله إلا الله في الإجمال على الإجمال مع أنه قد يتخذ إلها ولا يسميه إلها لا يقول أني أعبد غير الله وهو في الحقيقة يعبد غير الله لا يقول اجعل لي إلها كما لهم آلهة لكن يقول من نظيرتها وهي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ومع كل ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير الحكم. يبقى منين تقول أن العرب كانوا فاهمين المعنى وعشان كده كانت لا إله إلا الله تثبت الحكم أما دلوقتي فلا ده كلام باطل. مش كل الناس كانوا عرب ومش كل العرب كانوا فاهمين خصوصا أن أنت النهاردة مش بتكتفي بالإجمال اللي هو بيتكلم بهذه البدعة عايز يعمل لهم امتحان في التوحيد قبل ما يثبت لهم حكم الإسلام يعني يعرف ان في انواع من الشرك متعددة لازم يعرفها عنده وإلا لو ما عرفهاش وما تبرأش منها ما يبقاش مسلم والبعض يكفره ابتداء زي جماعات التكفير يرى أن هذا القول لا قيمة له قول لا إله إلا الله ملوش أثر والناس كفار أصلا أو يتوقف في إسلام إذا يحكمه لا بإسلام ولا بكفر زي جماعات التوقف التبعي كصاحب كتاب حد الإسلام يعني بعض المؤلفين اللي هم من جماعة التوقف بيقول فيه عبد المجيد السد بيقول أن معرفة الولاية والحكم والنسك أن هذه لله ولا يصرف شيء منها لغير الله لا يثبت بدونها الإسلام إذا ما عرفش الحكم والولاية والنسك تيجي تقول له الناس تعرف إيه من الولاية والنسك يعني إيه الولاية يعني إيه النسك الفظ عايز تفصيل أيضا النسك تشمل كل أنواع العبادات الركوع والسجود والذبح والنذر والطواف والمفروض أنه يدخل فيها الخشوع والخضوع والحب والخوف والرجاء لأن العبادات دي طب أنت ما جعلتهاش دي قسم مستقل والولاية لله عز وجل الحب والنصر والطاعة والمتابعة والقيام بالأمر والتشبه والصداقة وأنواع كثيرة معنى الولاية إن الإنسان يجعل ولاية لله يعني يحب في الله ويغفر الله ينصر لله ويعادي أعداء الله ويتابع أمر الله ويطيع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين ويصادق أهل الإيمان ولا يصادق أهل الكفر تفاصيل كثيرة في قضية الولاء والبراء كثير جدا من الناس قد يجهل بعضها ولا شك أن هذا قد يقع من كثير من ينتسب إلى الإسلام لا عند هؤلاء القوم اللي ما ينطقش لا إله إلا الله مع المعرفة الكاملة ما يبقاش مسلم يا إما كافر يا إما نتوقف في إيه إسلامي والعياذ بالله فإحنا لو تأملنا كلمة لا إله إلا الله تأملناها على كمالها لوجدناها تشمل الدين كله لأن إحنا لو قلنا مثلا التصديق بأن للجدة السدس عند غياب الأم مش هذا من العبادة والعمل بذلك عند تقسيم الميراث مش ده عبادة لو جه واحد بعد ما بلغته الحجج وقال على سبيل المثال إن للذكر مثل حظ الأنثيين دي ما تنفعش مش يبقى خارج من الملة
وكل ما علمه الإنسان من أنواع الأحكام الشرعية حتى في المواريث التي لا يعلمها كثير من الناس، التطبيق بتاعها عبادة. فلماذا تشترط أمورا معينة من العبادة إذا ما عرفهاش الإنسان؟ يبقى لا إله إلا الله ما تنفعوش. لا، ده كلام باطل. العبادة تشمل كل الطاعات وترك كل المحظورات. فهل يشترط أحد من أهل العلم أن يحيط الإنسان علما بكل الدين قبل قبول الشهادتين منه؟ قطعا لا، ده لازم هيقول الشهادتين وبعدين ايه نعلمه كل حاجة تلزمه. اما ان احنا ما نقبلش منه الشهادة الا لما نعرف انه فاهم كل حاجة، فهذا قول يجعل الانسان الذي جهل شيئا من الدين يلزم انه لا يكون مسلما، وهذا قول باطل باجماع اهل العلم. كل اهل العلم يقولون تقبل الشهادتان، ثم بعد ذلك يلزم تعليمه ما قد يجهله من معاني العبادة ولوازمها وأنواع الشرك وسائر العقائد الواجبة. ولذلك نقول إن التوقف عن الحكم بالإسلام، التوقف ده بيظهر في صورة كلام يصدره البعض، إما بيصرح بالتوقف زي ما يقول عبد المجيد الشاذلي، ده بيصرح في كتابات وكتاب حد الإسلام بذلك، جماعة التوقف دول أصلا بس ما قولش يسمون نفسهم توقف دلوقتي، بيصرح بذلك بيقول المسلمين ثلاث طبقات: مسلمون نطقوا الشهادة مع البراءة من الشرك في النسك ومع إفراد الحكم لله والولاية لله، فهؤلاء يثبت إسلامهم. الناس تاني نطقوا الشهادة مع وقوعهم في شيء من مظاهر الشرك في الولاية أو الحكم أو النسك، فلا عبرة بأقوال تكذبها أفعال. وعنده ما فيش عذر بالجهل، يبقى أي واحد يقع في الشرك يبقى إيه؟ خارج من الملة بدون نظر إلى عوارض الأهلية، إن الإنسان ده جاهل عالم متأول قامت عليه الحجة لم تقم عليه الحجة. بيقول بعد كده قسم ثالث: إذا وجد لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين أو كان في تلفظه ما يشكل فلا بد من التبين لموضع اللوث. كلمة لوث دي يعني شبهة، دي ما تستعملش أصلا عند العلماء إلا في القسامة في القتل، لما قالوا إن واحد بينه وبين واحد عداوة ولقين واحد مقتول مش عارفين مين اللي قتله، ولكن في علامات قوية شبهة قوية حوالين إن فلان ده هو اللي قتله، وأهل القتيل سمعوا منه مثلا على سبيل المثال قبل ما يموت إن فلان اللي قتلني، هم اتأكدوا إن فلان اللي قتله بس ما قدروش يجيبوا شهود. لكن كون في عداوة بين الطرفين إن القتيل قال فلان قتلني قبل ما يموت وهو بيموت قال الكلام ده، دي اسمها لوث ظاهر، يخلي أهل القتيل من حقهم يحلفوا 50 يمين بإن فلان هو اللي قتل صاحبنا، وإن كان ما عندهمش شهود شافوا بعينهم إن فلان بيقتل إيه فلان. لكن ولود اللوث ده اللي هو الشبهة القوية تجعلهم يحلفوا فيستحقوا دم صاحبهم، يبقى يثبت ان فلان قتله ياخد الدية. اللوث ده لم يستعمله العلماء نهائيا في قضية الاسلام، ولا ان احنا نشوف كلمة فيها لوث ولا فيهاش لوث. كلمة لا اله الا الله اكبر من كده، لا يمكن ان يتوقف عالم عن الحكم بالاسلام بها الا في حالات معينة سنتكلم عنها. فمثل هذا الكلام الباطل اللي هو بيجعل فيه قسم ما يتحكملوش لا بإسلام ولا كفر، نتبين زي قسم المعتزلة يشبهه يعني من وجه، اللي بيقولوا في منزلة بين الايه المنزلتين، وزي كلام موجود في كلام الأستاذ محمد خضر، عشان برضو الإخوة اللي بيقروا الكتب دي يحذروا منها لأن فيها خلل بين في هذه القضية، قضية الإيمان والكفر، سواء كان كتب الأستاذ خضر أو كتب الأستاذ محمد خضر، وأحياء كتب الأستاذ أبو علي المودودي في أجزاء كثيرة منها، لابد من الحذر من هذه المسألة خصوصا قضية الإيمان والكفر فيها. وفي مسائل أخرى طبعا فيها أخطاء، لكن هذه المسألة تدور حولها معظم الكتابات. بيقولوا إن المسلمين، إن المجتمعات الحالية فيها ثلاث أنواع: مسلمون بلا شبهة، وكفار بلا شبهة، وطبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، ما لناش دعوة مش هنحكم عليهم لا بإسلام ولا بكفر. هذا الكلام هو نفسه حقيقة التوقف والتبين. يعني ايه الطبقة المتميعة اللي مش مسلمة ولا هي كفرة مش هنشغل نفسنا بالحكم عليها؟ لا، هذا كلام باطل. النطق بالشهادة يجعل الناطق بها مسلما، وهو
يعصم دمه وماله بمجرد النطق، وهذا الذي لابد منه كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فلا يجوز أن نكفر مسلما ولا أن نتوقف عن الحكم بإسلامه دون أن يظهر منه ما يدل على الردة من أجل الشبهات في أذهان البعض، أو ادعاء أن لا إله إلا الله في زماننا ليست تصلح لما كانت تصلح له قبل ذلك. في كلام للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بيقول فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكفر بما يعبد من دون الله. فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بيقول في فائدة الحديث ده أنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله ولم تثبت له العصمة. معنى كلامه هذا الكلام من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهمه البعض خطأ أيضا، وظنوا أنه لا يعصم الدم والمال بالشهادة، وهذا كلام باطل. فإن الشيخ أجل من أن يجهل هذه المسألة، ولكن الحقيقة أن هناك من الناس من يكون كفره وردته عن الإسلام بغير إنكار الشهادتين أو إحدى الشهادتين، فقد يكون مقرا بهما وهو يرتكب الكفر. نضرب على ذلك أمثلة. من الناس من اليهود مثلا من يشهد أن لا إله إلا الله، لو قلت له هل هناك آلهة أخرى غير الله قال لا إله إلا الله، ولكنه لا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذا اليهودي أو ذاك النصراني الذي قد يقول أيضا لا إله إلا الله، لو قالها وهو لا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة هل يعصم دمه وماله بذلك؟ لا، حتى يضيف إلى ذلك شهادة أن محمدا رسول الله. ليه؟ لأنه هو بيقول لا إله إلا الله وهو ما زال كافرا، لأن كفره كان بسبب جحد محمد رسول الله مش بسبب إنكار أنه لا إله إلا الله. يبقى لازم يقول لا إله إلا الله ويزود عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل الكتاب أيضا بعض اليهود والنصارى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بتاع كنتو، يبقى احنا عارفينهم نوعية معينة بيقولوا من هو وهم مصر على كفره ومصر على عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول انه لا إله إلا الله رسول الله بس إلى العرب فقط مش إلى الناس كافة، احنا لينا نبي وانتوا ليكوا نبي، يقول محمد رسول بس للعرب مش لكل الناس، وهذا كافر أيضا. فده لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت إسلامه؟ لا، لازم يزود إلى ذلك إيه؟ محمد رسول الله إلى الناس كافة، أو يزود معها أن يقول وأبرأ من كل دين غير دين الإسلام. ممكن بعض الناس يكون بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإلى الناس كافة بس بيكفر بسبب جحد معلوم من الدين بالضرورة، يقول الصلاة مش فرض، يقول الزنا مش حرام ما يلزمش نبطل الزنا، الناس طالما أحرار خلاص محدش بقى عندهم حاجة. في ناس كفروا بسبب الاعتراض على القرآن كالقضية المشهورة بتاعت نصر أبو زيد، الراجل ده ألف كتاب يطعن فيه في القرآن ورفعوا عليه قضية للتفريق بينه وبين امرأتين عشان مش عارفين يعملوا حاجة أكثر من كده، والواجب أنه يقام عليه حد الردة لأن الكتاب مليء بالطعن في القرآن. الراجل ما طرحش أنه ينكر شهادة أن محمد رسول الله، المحكمة حكمت بالتفريق فعلا، حكمت عليه بالردة المحكمة الوضعية، بس كان صراحة حكم موافق للشرع طبعا. الراجل جه في المحكمة وقال أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقول طب ما هم ماشي بس أنت كان كفره كان بسبب إيه؟ الطعن في القرآن، يقول القرآن فيه غلط. والعياذ بالله جه واحد، لو واحد يقول القرآن فيه غلط يبقى خارج من الملة حتى لو شاهد 50 مرة، لابد أن يعلن توبته ورجوعه إلى الإسلام بأن يشهد مرة ثانية ويرجع عن إيه؟ عن الكلام الكفر اللي قاله. لو واحد جه وقال رمضان ده بيعطل الانتاج، واحد رئيس دولة مجاورة كان قال للناس كده في مرة من المرات وقال ان الصيام في رمضان ده تعطيل الانتاج، وان ايه حكاية ان الناس تبطل اكل من الفجر لغاية المغرب. واحدة كتبت في الجورنال مرة
بان موضوع الحج ده من اثار الوثنية، ان الناس تقعد تلف حوالين احجار، والعياذ بالله. الناس دي كفرت بانها قالت محمد مش رسول، ده قالت ان في الهة تانية. لا، طب دول مرتدين ولا مش مرتدين؟ مرتدين. دول يستسلموا ازاي؟ لو نطقوا الشهادة كاني ما هم ما انكروهاش، بس قالوا كلام كفر تاني، يبقى لازم دول ينطقوا كلام يضاد الكلام الكفر اللي قالوه. يكفروا بما قالوه قبل ذلك، يكفروا بما عبدوه من دون الله، ما هم عبدوا الشيطان اللي قال لهم يقولوا الكلام ده. فعشان يرجعوا عن الكفر ده لازم يصرحوا بخلاف ما قالوه بالإضافة للشهادة، وإلا لم يحكم لهم بإسلام. لو واحد صار يدعو غير الله ويقول سيدي فلان الفلاني يملك الضر والنفع، وقامت عليه الحجة، تقول له لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، قول محمد رسول الله، محمد رسول الله. طب سيدك فلان الفلاني يقول هو اللي بعده بالشدائد، ماذا يا سيدي فلان؟ تجيب له الآيات، تجيب له الأحاديث، ماذا يا سيدي فلان؟ مفيش فايدة. مصر على أنه يدعو غير الله، يجي عند القبر بتاعه يسجد، والعياذ بالله. ده بعد ما قمت عليه الحجة وبينت له الأدلة، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول لك ده للعوام، الخواص لهم حاجة تانية، ما يصليش ولا يصوم. تقول له وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول لك واعبد ربك حتى أتاك اليقين، وأنا وصلت اليقين خلاص ما عليش صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا غسل من جنابة، والعياذ بالله. يبين له الأدلة ويظل على ذلك. الراجل ده لو قلت له أنت كفرت بلا إله إلا الله رسول الله، يقول لك لا ما كفرتش. يبقى إسلامه يكون إزاي؟ الناس دي كلها، كل واحد لابد أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما عبد من دون الله، لابد يرجع عن الحاجة اللي كان سبب كفره تحديدا. زي ما النصراني أو اليهودي اللي بيقول لا إله إلا الله بس ما بيشهدش أنه رسول الله، ما تكفيش لا إله إلا الله لغاية ما يزود إيه؟ محمد رسول الله. واللي بيقول أنه رسول الله بس للعرب بس، ما تكفيش لغاية ما يزود إلى الناس كافة. واللي بيقول الصلاة مش فرض والصوم مش فرض، وقل دي لازم تتشال، ايه قل اعوذ رب الفلق وقل اعوذ رب الناس، نقول اعوذ على طول، ده راجل معروف برضه. فانكر قل وقل من القرآن حرف مجمع عليه متواتر موجود في المصاحف كلها، لكن هو فاكر ان كل حاجة يدخل عقله فيها. دول اسلامهم بان هم يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي بيقول الصلاة مش فرض يقول الصلاة فرض، واللي يقول الصيام مش فرض يقول الصيام فرض، وصيام رمضان واجب على المسلمين على اي الاحوال، سواء عطل الانتاج ولا ما عطلش الانتاج ولا اي حاجه. واللي سب القران يرجع عن سب القران، واللي طعن في الانبياء يبقى يرجع عن الطعن في الانبياء، والعياذ بالله. يعني مؤلف اولاد حارتنا اللي بيطعن فيها في الربوبيه وفي الانبياء واحد ورا واحد، وبيجعل الانبياء دي معجزاتهم عباره عن كان واخد حجرين مزود العيار شويه، والعياذ بالله. كان يقول لهم لما قال لهم شفت الجبلاوي ده جبل، قصه سيدنا موسى من اولها لاخرها، بس مسميه جبل. قالوا له ما تكونش مزود العيار شويه في الحجرين، خدتهم زي المخدرات. قال لهم لا ده انا شفته بجد، سمعت كلامه وهو كلمني، مش ما شفته، سمعت كلامه من غير ما اشوفه، بس هو اللي كلمني، متاكد هو كلمني. وبعدين يجمع القصه كلها، وبعدين يجيب قصه سيدنا عيسى رفاعه، وبعدين يجيب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم القاسم، بيسميه قاسم هو، ويجيب القصة كاملة بس على ألسنة ايه ناس تانية. وبعدين في الآخر جاء عرفة قتل الجبلاوي، جاء المعرفة والعلم قتلت ايه الإله الجبلاوي ده اللي هو صاحب الأصل. وكل حاجة واضحة قطعا ويقينا، دي تفسير قصة الأنبياء من بداية خلق آدم أدهم وإدريس إبليس وأميمة حواء، والقصة من أولها لغاية آخرها لغاية ما جه عرفة. ده الرجل ده يسلم ازاي لما يقول ألف مرة لا إله إلا الله ما تكفيش، لغاية ما يعلن توبته من هذا الكفر ويقول ان الكلام ده كفر وانه راجع عنه ونتاب الى الله عز وجل. غير كده ما يقبلش منه، مش فرحان بجائزة نوبل اللي خدها على ذلك، ما ده خروج من الملة، ده مش احنا اللي قلنا الكلام ده، ده الازهر اللي قايل الكلام ده، يعني الحمد لله مش احنا المتطرفين ولا حاجة، لا ده الازهر اللي قايل الكلام ده تصريحا، وان الرواية دي فضلت الى عصرنا ده ما تنزلش محرمة النزول، لان قالوا متضمنة للكفر والطعن في الانبياء. ولكن لما عطوا له جائزة نوبل اتنشرت، بس عشان الناس تعرف حقيقة الأمر، إن فعلا هذا الكلام مخرج من الملة قطعا، وما يكفيش إن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم يرجع عن الإيه؟ عن الكفر اللي قاله ده، يكفر بما يعبد من دون الله،
ولذلك الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب كان بيحارب ناس يصروا بعد إقامة الحجة على عبادة القبور واعتقاد أن المقبورين يصرفوا الكون ويملكوا الضر والنفع، وبعد ما تقام عليهم الحجة والناس يقولوا له نشهد أن الذي تجيء به التوحيد وأن الذي عليه أقوامنا هو الشرك، وبعدين يفضروا على اللي عليه قومهم من الشرك. الشيخ كان بيقول دول بقى ما يكفيش انهم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لازم ايه يكفروا بما يقعد دول، لا لازم يقولوا لا دي طواغيت لا يجوز ان تعبد. ما يكفيش ان هو يقول كده، ان هو يكفي بالنطق بالشهاده، النطق بالشهاده في الحاله دي لابد يزود عليها حاجه ثانيه وهو الرجوع عما كان سببا لكفره. فالذي ينطق الشهادتين ويكفر بسبب اخر، لو ان انسان كفر بمعاداة الملائكة، اليهود جم للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن اشياء قالوا لا يعلمها الا نبي او رجل او رجلان، اللي عارفينهم هم رجل رجل من عندهم وغير كده يبقى نبي، فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا نشهد انك نبي، من الذي يأتيك من الملائكة؟ قال جبريل، قال هذا عدونا من الملائكة، هذا يأتي بالعذاب والدمار، لو كان الذي يأتيك ميكائيل لاتبعناك، دول نطقوا بلسانهم نشهد أنك نبي بس بيعادوا جبريل، فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يبقى لو واحد أنكر جبريل ملك أو أقر بس قال ده عدوي والعياذ بالله، يبقى إسلامه هو يعمل إيه؟ إن يقول لا إله إلا الله رسول الله وأنا أتولى جبريل، وجبريل من ملائكة الله نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله وأنا أتولاه وأحبه وأتولاه، طالما إن هو كان كفره بسبب حاجة زي كده. لو إن إنسان كفر بسبب إنكار اليوم الآخر، لو واحد قال إن ربنا بيضحك على الناس في الجنة والنار زي ما بتضحك على أخوك الصغير أو ابنك الصغير، تقول له هحرقك بالكبريت ولا في كبريت ولا حاجة، والله ده ناس كثيرة للعلم والعياذ بالله تعتقد ذلك، ناس كثيرة يجي يقولوا لهم ان الجنة والنار، انت فاكر الكلام ده صح؟ الموضوع ده زي ما بتقول لابنك الصغير حرقك بالكبريت، اصل في راجل ضال والعياذ بالله كان قال لهم كده زمان لما كان ملحد كان بيقول الكلام ده زمان، بيألف كتب ويقول العلم والايمان، فكان بيقول زي ما بتقول لابنك حرقك بالكبريت، فهو ربنا بيقول لهم كده بس مفيش حاجة من الكلام ده، كان بيقول كده زمان لعله يكون تاب. بس اللي يقول الكلام ده اسلامه ما يقولش لا اله الا رسول الله بس، لازم يقول والجنه حق والنار ايه حق، ما يكفيش ما يكفيش ان هو اشهد الشهادتين بس، لازم يرجع عما كان سبب ايه كفري. دي بقى اسباب كثيره جدا، مش مساله القبور فقط ولا مساله الحكم بغير ما انزل الله فقط ولا مساله الولاء فقط، كل اصل من اصول الايمان في اسباب من اسباب الكفر، في ناس بتكفر بيه فلا بد ان هو عشان يسلم يرجع عما كان سبب كفره. اللي شرعوا للناس على سبيل المثال، انا استطردت في انواع من الكفر كتير ليه؟ لانها موجوده كلها، ودول اسلامهم لازم يرجعوا عن اللي قالوا عليه علشان ما يتحصرش كلام الكفر في ثلاث انواع بس او ثلاث مسائل، او ان احنا نمتحن الناس فيها. انا بجيبها علشان اقول ان انواع الكفر غير منحصره كثيره جدا، فانت لازم تعمل امتحان للناس في كل انواع الكفر قبل ما تقبل لا اله الا الله، كلام غلط. لكن اللي انت عرفت ان هو كان سبب كفره حاجة معينة يبقى لازم يرجع عنها مع قوله لا اله الا الله، طالما ان هو كان بيقول لا اله الا الله وقال الكلام الكفر ده. قلت اللي شرعوا للناس ان الذكر يرث مثل الانثى، وقالوا خلاص العصور الوسطى بتاعت التفرقة بين الذكر والانثى في الميراث دي انتهت وولد، كان ده موجود في تونس مثلا وفي غيرها حاجات تانية. اللي قالوا للناس ان الزنا حرية شخصية بتراضي الطرفين، طالما البنت فوق 18 سنه وزنت باختيارها يبقى لها جريمه. اللي قالوا الكلام ده اسلامهم ازاي؟ ان هم كانوا بيروحوا الجامع ويصلوا؟ ان هم كانوا بيصوموا رمضان؟ ان هم كانوا بيروحوا يحجوا؟ لا، اسلامهم لازم يرجع عندي ويقول الزنا حرام، معاشره الانثى برضاها او بغير رضاها معصيه وجريمه، وزنا يستحق صاحبه الرجم او الجلد كما وصف الله عز وجل. لكن اللي هو شرع للناس انها طالما فوق 18 سنه تبقى مش جريمه، ده اسلامه ما يكفيش فيه ان هو يقول يروح يحج ماشي، او اذا كان بيصوم رمضان وان صلى وصام وزعم انه
مسلم ده منافق اظهر النفاق، ده اسلام انه يقول للذكر مثل حظ الانثيين، وان ده الواجب التطبيق وشرع ربنا هو كده، وان الزنا زي ما قلت جريمه طالما كانت برضا الطرفين ولا بغير رضاهم، طالما عاشر انثى وجمعها في فرجها فقد زنى بها وهي زانيه اذا كانت مطاوعه، وهكذا في كل امر من الامور اللي فيها نوع من انواع الكفر باي سبب من الاسباب. لو واحد انكر ايه من ايات الله المجمع عليها، الاعمش قراءات مثلا مختلفه، لا ده حاجه لم تقرا الا بهذا الحرف، حرف واحد فقط مش ايه، حرف واحد انكره من كتاب الله مجمع. عشان كده قلت لك انا ان اللي قال كلمه قل هو الله عادي نشيله كلمه قل، وقل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس نشيل كلمه قل، يبقى خارج من المله. ليه؟ لان كلمه قل دي مجمع عليها متواتره، اللي ينكرها يبقى خارج من المله، لان كلام ربنا عز وجل. وبالتالي فده اسلامه ما يكفيش ان هو راح يحج ولا راح يعمل عمره ولا واقف يصلي ولا خطب خطبه عيد. اسلام الناس دي ان تزيد على ما تنطقه من الشهاده الرجوع عن سبب الكفر. ده تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. والا في الحديث اصلا ان هو بكلمه لا اله الا الله هو بيكفر بما يعبد من دون الله، لو تبين لنا انه ما بيكفرش يبقى ده اللي نعامله كذلك، مش ان احنا نعمم الكلام على الناس كلها، وان ما فيش حد يبقى مسلم لغايه ما نشوف ان هو عارف انواع الكفر الموجوده وتبرأ منها ولا لا. دي زله من الزلات الخطيره التي وقع فيها كثير من الناس في الفهم او في الاعتقاد نفسه، اعتقدوا ان عموم المسلمين نعاملهم بالتوقف او بالكفر والعياذ بالله حتى يتبين لنا، لان قالوا ده انواع الكفر انتشرت. طب وماشي، بس ده ما يقدحش في لا اله الا الله نفسها. لا اله الا الله ثابته في حق المسلم اللي ما نعرفش عنه اكتر من انه بيقول لا اله الا الله، واذا ثبت انه نطقها يبقى هو مسلم لغايه ما يتبين خلاف ذلك. وما عندناش طبقة متوسطة، اللي يخرج من الإسلام يبقى وقع فين؟ في الكفر، واللي خرج من الكفر يبقى داخل في الإسلام. مفيش مرحلة متوسطة، مفيش طبقة متميعة، مفيش مجهولين الحكم، مش هنحكم عليهم لا بإسلام ولا بكفر، لا، النطق بالشهادة يثبت حكم الإسلام بمجرده، إلا لو كان تبين لينا من قبل كده إن الراجل ده بينطق الشهادة وهو بيقول كلام كفر تاني وبيعتقد اعتقاد كفري، يبقى لازم يرجع عن الإيه؟ الاعتقاد ده. اما ان انا عامل عموم المسلمين الذين لا يدرون لا يدرى عنهم هذه الانواع من الكفر فلا يجوز، لا يجوز ان تلغي حكم لا اله الا الله بسبب ان في ناس كفرت بانواع من الكفر. هذا كلام باطل وبدعه ضلاله منكره، وده سبب انحراف جماعات التكفير في الحقيقه، وهو انهم ظنوا ان انتشار الكفر ده يلغي لا اله الا الله. لا، لا اله ستظل الى يوم القيامه، هي اعظم كلمه قالها النبيون، يبقى لابد نثبت لها الاحكام اللي الرسول اثبتها، يعني مترتبه على لا اله الا الله. فمخالفه هذا الكلام مخالفه للمعلومه الدين بالضروره، لان هذه الكلمه اعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك نقول ان النطق بالشهاده يصبح الانسان به مسلما ويعصم دمه وماله، الا ان يتبين انه كان يقول حال كفره الذي يعين عليه بالكفر. بمعنى انه ممكن يرتكب شرك بس هو مش فاهم ان هذا شرك، يبقى زول زي حكم من قالوا اجعل لنا ده ايه؟ ذات انواط، كما لهم ذات انواط، دول نبين لهم الامر ونعلمهم الواجب عليهم طالما ان هم لا يدرون ولا يعلمون. بنقول اصل العبادات القوليه هي قول لا اله الا الله، واما باقي العبادات القوليه كاذكار الصلاه الواجبه والدعاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد باللسان وتعليم الناس الدين والذكر والاستغفار وتلاوة القرآن وكل كلمة طيبة أمر بها الشرع فمنها الواجب ومنها المستحب حسب دليل كل منها. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يبقى القول السديد يؤدي إلى صلاح الإيه؟ العمل. يعني في ارتباط بين العبادات القولية وبين العبادات الإيه؟ العملية. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. يبقى انت عايز عملك يبقى صالح، يبقى قول القول الايه؟ السديد، القول الصواب. وكذلك القول السديد يقبل بالعمل الصالح. قال الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. على احد الاقوال العمل الصالح يرفع القول الطيب. الكلم الطيب يقبل بالعمل الايه؟ الصالح. يعني عشان ربنا يقبل منك قولك لازم قولك يوافق ايه؟ عملك. لكن واحد يعمل
وحش ويقول كلام كويس، كلامه كويس مش هيقبل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح سبب لقبول الكلام الطيب، والكلام الطيب سبب للعمل الصالح. يعني الإنسان يدور في دائرة من الخير دائما. العمل الصالح يؤدي إلى القول الطيب، والقول الطيب يؤدي إلى العمل الصالح، وكلاهما يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الرابع من أقسام العبادة فهو الأعمال الظاهرة. إذا قلنا الأقوال الباطنة والأعمال الباطنة، والأقوال الظاهرة هي نطق الشهادة والعبادات الأخرى تكلم عنها، والأعمال الظاهرة وأعظمها أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأعظمها الصلاة، وهي تجمع بين العبادة القولية والعملية والقلبية. الصلاة لابد فيها من نية، من أركان الصلاة ليه؟ النية، الإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لو الواحد وقف كده وكبر ومش نيته إنه يخش في الصلاة ما يبقاش إيه؟ مش طلع. لابد من العبادة القلبية. والعبادة البدنية إن الإنسان يجب أن يقف، يجب أن يركع، يجب أن يرفع، يجب أن يسجد، ويؤدي العبادات أربع ركعات بحركات معينة. فيجيش واحد يقول طب انا قلبي لقيته نضف كده وجهزت قلبي وقرب من ربنا مش مهم اركع الركعات دي، لا ده لازم يعمل ايه العباده البدنيه الظاهره دي، ولا بد ان يقرا فيها الفاتحه، لا بد ان يكبر اذا قمت الى الصلاه فيه تكبر ثم اقرا ما تاثر معك من القران. ويجب عليه ان يقول سبحان ربي العظيم، ويجب عليه ان يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود على التوالي، وكذا بين السجدتين يقول رب اغفر لي، وبعد الرفع يقول سمع الله لمن حمده. اذا تجمع عبادة الصلاة دي تجمع كل انواع ايه العبادات القلبية والقولية والعملية. ومن العبادات عبادة الزكاة، وهي عبادة ظاهرة لانها حق المال، فالانسان يدفع ماله زكاة امره الله عز وجل بها في انواع الزكوات المختلفة. يجب ان يتعلم هذه الاحكام وان يؤديها بالفعل. كل من هذه العبادات التي افترضها الله على العباد يجب أن يتعلم الإنسان فقهها، ولا ويجب عليه أن يؤديها كما أمره الله عز وجل. والصيام من العبادات البدنية، لأن الإنسان يترك الطعام والشراب مع عبادة القلب وهو ليه النية، الإمساك عن الطعام والشراب في وقت مخصوص مع النية، لابد أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل بذلك. وكذلك عبادة الحج فهي عبادة بدنية مالية قلبية، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى أين التقوى؟ في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. الزكاة والحج كل منهما عبادة مالية، لأن الإنسان يحتاج إلى سفر، يحتاج في الغالب، ويحتاج إلى ركوب، ويحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى هدي، فينفق المال. فإذا هذه العبادات البدنية يدخل فيها المال، لأن المال ضمن العبادات البدنية. ليه؟ لأن الإنسان بيكتسب المال بجهده وببدنه. فلذلك التصدق بالمال والزكاة والنفقة في سبيل الله، أيضا الجهاد بالمال عبادة إيه؟ بدنية أيضا. وكذلك سائر الطاعات. أعظم العبادات الظاهرة أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والصوم والحج. ودي لها ميزة خاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأربع عبادات غير الشهادة، طبعا الشهادة بدونها ما يقبلش الإسلام طالما قدر على ذلك. الأربعة التانيين فيها خلاف بين العلماء، دي أعظم أركان الإسلام، ولذلك تضيع هذه العبادات الأربعة يشك في إسلام صاحبها وينبئ بانهدام الدين عنده، إما أن ينعدم بالكلية وإما أن ينقص نقصانا شديدا. لذلك اتفق العلماء على أن ترك عبادة من هذه العبادات أعظم إثما من الزنا ومن القتل ومن شرب الخمر ومن السرقة ومن كل الفواحش. يعني اللي يسيب صلاة واحدة بس أسوأ من أن هو يزني ويشرب خمر ويسرق الناس ويغشهم. يعني واحد يقول لك اصل انا ما بصليش بس ما بغشش الناس زي فلان اللي بيصلي، ده اللي بيصلي بيغش اهون اثما من الايه؟ من اللي ما بيصليش وما بيغشش. يقول لك اصل الراجل طيب ما فيش حاجه بسيطه بس عنده انه ما بيصليش. لا، ما بيصليش ده انسان كافر والعياذ بالله. كافر اما كفر اكبر او كفر اصغر على اختلاف العلماء،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر. فاحنا لازم نسميه كافر، لكن في اجماع من العلماء على تسميته كذلك، متفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه كده يبقى لازم نسميه كده. مختلفين في التسميه دي حكمها حكم الكفر الاكبر ولا حكم الكفر الايه الاصغر. اما انه اسمه كافر فاسمه كافر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر، وقال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. ولذلك بنقول ان هذه العبادات لو في عالم اجتهد وقال انها يكفر من تركها تكاسلا فهو اجتهاد لا يخرج صاحبه عن اهل السنه، بخلاف مثلا اللي يكفر الزاني وشرب الخمر. لو واحد قال عليه كافر يبقى مبتدع، يبقى من الخوارج. اللي بيكفر مرتكب الكبيره دي بدعه ضلاله، لكن اللي بيكفر تارك الصلاه ده عالم مجتهد او متبع لمجتهد. يعني لو جه واحد قاضي وقضى مثلا بان هذا الرجل يفرق بينه وبين امراته علشان هذه المرأة لا تصلي، أو هي اللي طلبت الطلاق مش الطلاق الفسخ لأنه لا يصلي، وحكم القاضي بذلك، يبقى هذا لا ينقض هذا الحكم. القاضي اللي جه بعديه مذهبه مثلا لو كفر ترك الصلاة ما ينقضش الحكم ده، لأن مسألة اجتهاد سائغ عند أهل السنة. والعلماء انقسموا قديما وحديثا فيها، ممن يقول بتكفير ترك الصلاة الإمام إسحاق بن راهويه، الإمام عبد الله بن المبارك، سعيد بن الجبير من التابعين وعكرمة، ونقل أنه قول الصحابة رضي الله عنهم. زي ما قلنا مفيش خلاف في التسمية، اللي منقول عن الصحابة المجمع عليه تسمية تارك الصلاة إيه؟ كافرا، بل الصحيح أن تارك المباني يسمى كذلك وإن كان كفر دون كفر في المباني على الأصح يعني على الصحيح، لكن المسألة فيها اجتهاد بين العلماء. فهذه مسألة المباني الأربعة هي أركان العمل الظاهر، والخلاف فيها خلاف سائغ بين أهل السنة لا يبدع فيه المخالف، لا اللي بيكفر كفر ناقل عن الملة يقول للتاني انت مرجئ، ولا اللي بيكفر كفر اصغر يقول للتاني انت من الخوارج. لا، دي مسألة واسعة السلف رضوان الله عليهم. اللي قال بالتكفير كفر اكبر من الائمة اربعة رواية مشهورة عن الامام احمد، والرواية الاخرى موافقة لقول الائمة الثلاثة انه كفر دون ايه؟ كفر دون كفر، يعني كفر لا ينقل عن الملة، كفر لا يترتب عليه ان امرأته مثلا تبين منه او ان ورثته لا يرثونه. لكن بنقول ان لو حد حكم بالمسألة دي وقاضي قضى بان المواريث مثلا منقطعة ما بين تارك الصلاة وما بين ولاده ما يورثهوش ولا هو يورثهم لكان هذا اجتهادا سائغا. لو واحد قال هذا الرجل لا يدفن في مدافن المسلمين ولا يصلى عليه لكان هذا اجتهادا ايه سائغا. لو واحد نبش قبره ورماه وسط قبور النصارى واليهود لكان ذلك امرا ايه فيه اجتهاد، يعني لو الحاكم حكم بذلك. اقصد ذلك تعظيم هذه المساله وتعظيم قدر الصلاه، لان كثير من الناس يستهين بالصلاه الواجبه، يظن انها يعني امر هين وكذا. كثير من النساء والرجال قد يؤخرون الصلاه عن وقتها حتى يخرج الوقت، وهذا حكمه حكم ترك الصلاه. بمعنى ان لو واحد تعمد ان يترك الصلاه الواجبه مثلا صلاه الصبح حتى تطلع الشمس فهذا في الحقيقة تارك للصلاة، ينطبق عليه الكلام اللي بنقوله انه خلاف سائغ ولو حد كفره بكفر. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول بتكفير من تعمد الاستيقاظ بعد شروق الشمس. يعني يقول واحد مثلا الشروق على الساعة مثلا 6 إلا 5 يقوم هو يقول لهم صحوني أو يصحوا الساعة 6:30 وهو عارف إن الشمس إيه بتطلع 6 إلا إيه؟ إلا 5. فهذا الشيخ ابن باز كان بيفتي بتكفيره إنه خارج من الملة، وان كل الاحكام بقى ان امراته تبين منه وما يحلش العشره بينهما، وان اولاده ما يورثوهوش وهو ما يورثهمش وكل اقاربه، وانه لا يدفن في مدافن المسلمين لو مات ولا يصلى عليه، لان هو عازم وناوي ومتعمد لترك الصلاه حتى يخرج عليه الوقت والعياذ بالله، فضلا عن العقاب الشديد الذي ينتظره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا التي راها رجل نائم مستلقي على ظهره ورجل معه فهز صخرة كبيرة فيلقي الصخرة على رأسه فينشلخ رأسه تتكسر ويتدهده الحجر، الحجر يتدحرج فينطلق وراءه فلا يعود إليه حتى يعود رأسه كما كان، فيفعل به ذلك مرة ثانية فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. قال من هذا؟ قال هذا الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. نام عن الصلاة المكتوبة يعني عامدا، يعني يجي مثلا من الشغل يلاقي نفسه تعبان ما صلاش العصر يروح جاي نايم يقول لهم صحوني بعد المغرب والعياذ بالله. يبقى ده
يعني متعمد درجة واحدة مثلا الطبيخ هيتحرق ولا العيال مش عارف وراهم الواجب رجع سايبة صلاة العصر لغاية ايه لغاية ما تغرب الشمس وتقول لك أصلا كنت مشغولة ولا واحد يقول لك أصلا كان عندي شغل والعمل عبادة كلمة عندي شغل والعمل عبادة دي ممكن تخرجه من الملة باتفاق لأنه معناه أن أنا كنت بعبد ربنا ومش مهم أصلي ما دي كلمة خطيرة جدا أولا مش كل العمل عبادة ثم الكفار بيعملوا والرقاصة بتشتغل تعمل والمرابي بيعمل يبقى دول عبادة فالعمل اللي يشغل عن الصلاة في وقتها لا يكون عبادة عبادة للشيطان ماشي لكن ليس عبادة للرحمن سبحانه وتعالى لابد أن تؤدى الصلاة في وقتها مش واحد مثلا يقول لك كان عندي امتحان ولا محاضرة مهمة جدا فساب صلاة العصر ولا كان عنده سكشن ومعمل فساب صلاة العصر لغاية ما غربت الشمس ولا حتى يسيب الظهر لغاية ما يؤدي العصر ده هو ده يسيب الكلية باللي فيها والشغل باللي فيها عشان يصلي الصلاة في ايه في وقتها فضلا ان هو العبادة دي يمكن ان يؤديها في اي مكان ليس لها مكان محدد جعلت لي الارض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تستطيع ان تطهر في اي مكان ويصلي في ايه في اي مكان مفيش عذر للانسان ان يتخلف عن الصلاة المكتوبة الا النوم والنسيان النوم من غير قصد النوم يعني قايل لهم صحوني او ضابط المنبه الساعة مثلا خمسة وبعدين منبه ما ضربش بطارية فيديو ضربوا هم سمعوش من كتر التعب لغاية مصيحي بعد شمس وطلعت او نسي صلاة من الانشغال بامر معين نسي ان يصلي لكن يتعمد ترك الصلاة عن وقتها لا اقول ان شاء الله كان في اشد حالات المرض واشد حالات الخوف واشد حالات القتال لا يجوز بحلق نفسك الصلاة عن وقتها وصوم رمضان كذلك وذلك يقول الإمام الذهبي أجمع العلماء على أن من أفطر عمدا في رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني وشارب الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإنحلال يشكون في إسلامه ليه لأن في قول بتكفيره إيه كفر نقل عن الملة طالما أفطر عمدا في رمضان من غير إيه عذر بس قول ضعيف مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الذي أفطر عمدا في رمضان بأن عليه القضاء والإيه والكفارة وهذا لا يكون يعني الكافر الكافر حيسلم مش حيقبض القضاء والكفارة لكن اجتهاد وقلنا منع الزكاة كذلك واللي عازم أن لا يؤدي الحج كذلك يعني واحد ناوي ما يحجش في حياته ناوي يموت ما يحجش هذا فيه خلاف في الإسلام أما سائر الطاعات الأخرى فهذه الطاعات واجب على الإنسان أن يؤدي الواجبات منها ويستحب أن يؤدي المستحبات من هذه العبادات الجهاد في سبيل الله للنفس والمال والمقصود بهذا الجهاد حتى يكون في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأما من قاتل لتكون كلمة فلان أو كلمة قوم عينها عليا فهو والعياذ بالله في سبيل الشيطان وأما من قاتل لتكون كلمة الكفار هي العليا فهو والعياذ بالله ممن يستحب الكفر على الإيمان فهذا والعياذ بالله يكون كافرا لا يكون مسلما الذي يود ظهور الكفار على المسلمين لا يكون مسلما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم نعوذ بالله من حالهم ولذلك الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال بالنفس بأن يخرج مجاهدا في سبيل الله وبماله كذلك كما قال عز وجل وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وذكر الله المال مقدما لأنه مقدمة الجهاد بالنفس من العبادات أيضا الظاهرة تعمير المساجد وتعمير المساجد مش مقصود أنها تتبيض وتتزخرف لا شك أن بناء المساجد من العبادات الظاهرة والمقصود بتعميرها تعميرها بالذكر والصلاة وقراءة القرآن وسماع دروس العلم فهذا تعمير المساجد كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ذلك تخريب المساجد اللي هو ضد ذلك يشمل حاجتين يشمل هدمها كما يفعل الكفار من اليهود والنصارى والمجرمين عندما يحاربون المسلمين تلاقي عندهم حقد شديد على الايه على المساجد يقول لك إسرائيل هدمت خلال السنة فاتت 4000 مسجد والعياذ بالله لأنه عندهم حقد على بيوت الله سبحانه وتعالى التي يذكر فيها اسم الله ويشمل أيضا تخريبها من الذاكرين والعابدين يخلوا الناس ينشغلوا عنها ويخلوهم ما يروحوش المساجد ويفضلوا مثلا يذهبوا إلى أماكن اللهو واللعب والفجور ويرهبون الناس من إتيان المساجد فحتى يصير الإنسان الذي يذهب إلى المسجد الذي يتعلم فيه الحق ويتعلم فيه القرآن والسنة
أمرا مخوفا. ولذلك قال عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الآية دي نزلت في المشركين اللي كانوا بيعظموا الكعبة، وقرأت ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني إنه بيعظموا الكعبة كبناء، لكن لما منعوا المسلمين الموحدين من أن يعمروا بيت الله الحرام بالعبادات الإسلامية التي هي مبنية على التوحيد، فكان هذا إيه؟ تخريبا للمسجد. ولذلك ليس التخريب فقط بأن يهدم المسجد، يقول لك أنا عايز أهدم المسجد، ده أنا ببني مسجد، بيبنيه ولكن يمكن أن يبني مسجدا لكن يكون غير معد لذكر الله، لا يقال فيه الحق الذي ينبغي أن يقال، لا تتلى فيه آيات الله التي ينبغي أن تتلى. يبقى مثلا يقولوا للناس اللي هم الأجزاء اللي هي موافقة لهواهم فقط، كما يكتم كثير من الناس الحق بزعم أنه مفيش الدين إلا كده، إلا المخالفة مثلا الأهواء، ده هو لابد أن يقال الحق كاملا ولا يكتم الحق. ولذلك تعمير المساجد والسير إليها وفي كل طاعة، الإنسان كل خطوة يخطوها إلى المسجد فهي عبادة، وهو راجع من المسجد عبادة أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا كان كل خطوة تحط عنه خطيئة وترفع له إيه؟ درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسير في كل طاعة، يعني السير إلى عيادة المريض، السير مثلا إلى درس العلم، السير إلى صلة الرحم، تعين الإنسان المحتاج، تغيث الحاجة الملهوف، تحسن إلى جارك، تزور أخا لك في الله عز وجل، تذهب وتسافر في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله، كل خطوة تخطوها فأنت في عبادة. إن العبادات الظاهرة إعانة الملهوف وإغاثة المكروب، هذه من العبادات، دفع الظلم عن المظلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. الواجب على المسلم أن ينصر أخاه ويدفع عنه من ظلمه، ليس أنه موقفه موقف المتفرج مثلا أو أنه لا دخل له لك وإحنا ملنا، لا يجوز أن يكون كذلك، بل هذا والعياذ بالله من خذلان المسلم. طالما كان قادرا على أمر من الأمور فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه، ولو لم نقدر إلا على الدعاء وأن يعينه بهمته وأن يبين الحق الذي له، فهذا من أعظم الواجبات عليه، وأقل ما ينبغي أن يفعله لأخيه المسلم أن يدعو له بأن يرفع الله عز وجل الظلم عنه ويبين حق نفسه. صلى الله أن يرفع الظلم عن المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. يقول: وكل خير يؤديه الإنسان بيده، كل خير يؤديه الإنسان بإيده، مثل أن يعطي المسكين الصدقة بيده، واحد وقع من المسلمين يقوم يشيله ويرفعه، يعين الإنسان صاحب الحاجة ويحمل له حاجته على دبته، وحيقول لك ناولني الحاجة دي الله يكرمك، ترفعه بإيدك عليه عشان يشيلها له، فأنت إيه؟ فأنت تثاب على ذلك. اللقمة تجعلها في امرأتك، واحد يداعب امرأتك ويحط لها ايه؟ اللقمة في فمها، وهي تفعل ذلك عشان يتحببوا الى بعضهم، ذلك من الثواب. المرأة التي تغسل بيدها ثياب اطفالها وزوجها تأخذ ذلك ايه؟ ثوابا. الانسان يكتب بيده كلمة الحق، ويكتب رسالة يقول فيها كلمة الحق، ويذكر الناس بدين الله عز وجل، يكتب رسالة لقريبه لاخيه، يعض بها صلة الرحم، ذلك ايضا من الايه؟ من العبادة التي بالإيه؟ باليد، وكل ذلك من العبادات. النظر في القرآن وفي آيات الله، استعمال العين في طاعة الله، غض البصر عن الحرام والنظر في آيات الله وفي كتب العلم وفي آيات الله الكونية، الحراسة في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الإنسان يحرس في سبيل الله، حرس ليلة في سبيل الله أفضل من قيام سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. فالمرابطة في سبيل الله عز وجل والحراسة في سبيل الله ضد الأعداء وضد صغور الأعداء من أعظم الثواب. والبكاء من خشية الله، عبادات العين دي من الحراسة، يقعد يبص عشان العدو لو جاي يقول لهم إيه؟ الحقوا العدو جاي. البكاء من خشية الله من عبادات الإيه؟ العين، التفكر في خلق، يبص في السماء ويتفكر في خلق السماء، ده من عبادات العين. وسماع القرآن، عبادات الأذن، سماع القرآن وسماع الحديث الشريف وسماع المواعظ ودروس العلم، وكف الأذن عن سماع المعازف، لما واحد يجيله موسيقى ويسد ودانه ياخذ ثواب على ذلك. والأكل الحلال، والتزام أحكام الشرع في البيع والشراء والإجارة والشركة والنكاح وسائر العقود،
الإنسان يتعلم الأحكام وهو بيبيع ويشتري يتقي الله ويوزن صح وما يغشش الناس ويدي الناس حقهم في وقته. لما يأجر واحد ما يأكلش عليه أجرته، ما يأخرهاش عن معاده، يديها له في معاده مظبوط، يوفي العمل المطلوب منه كما طلب سواء بالتوقيت أو بنوعية العمل، أدي العبادة كما أمر بها. الشركة لما يشارك واحد يكون يكون أمين معاه، ما يأكلش ماله بالباطل. النكاح لما يتزوج يتزوج بناء على الشرع، يظهر بذات الدين، إذا جاءكم من ترضون خلقا ودينا فزولوه، يعاشر زوجته بما شرع الله عز وجل، يستعمل السكن والمودة والرحمة، كل ده يأخذ به ثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل امرأته صدقة. قال ويأتي الرجل منا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم، قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. العبادة إذن ده في كل حاجة من حاجات الإنسان، تربيتك للأولاد، أمرك لهم بالمعروف ونهك عن المنكر، تعهدك على صلاتهم وعبادتهم، صليت كونك تسأله صليت صليت، تقعد ثلاث سنين تسأله من عنده سبع سنين لغاية ما يبقى عنده عشر سنين، كل يوم خمس مرات صليت ولا ما صليتش عشان يتعود على الايه على الصلاة، وهكذا كل العقود يفي بشرع الله فيها. حسن معاملة الناس، وتبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين، صلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، وكثير من هذه العبادات يدخل فيها عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة البدن. يقول لي بر الوالدين مثلا يشمل إيه؟ يشمل أنك تروح لهم وتزورهم، حركت إيه؟ رجليك، تقبل أيديهم مثلا أو على رأسهم، ذلك من عبادات الإيه؟ البدن. أيضا تعطيهم من المال ما يحتاجون وتجيب لهم هدية معاك، ذلك من عبادات المال وهي عبادة بدنية. الكلمة الطيبة التي تخاطبهم بها، ذلك أيضا من إيه؟ عبادات القول. الحب الصادق لهم والإحسان والدعاء لهم بظاهر الغيب، وتقول رب أرحمهما كما ربنا صلى الله عليه وسلم، من عبادات الإيه؟ القلب واللسان. وهكذا يتضح لنا أن العبادة تشمل كل ما يحبه الله عز وجل ورضاه، وكذلك ترك ما نهى الله عز وجل عنه في الأقسام دي كلها، عبادة من عبادة، ترك الشرك، ترك الخوف من غير الله، ترك الرياء، ترك التضرع، يعني الناس بتخاف والعياذ بالله من أعداء الله أكثر من خوفها من الله نعوذ بالله، وهذا من مناقضة التوحيد. التوحيد أن تتوكل على الله كما قال عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وترك الرياء وترك التضرع والتذلل لغير الله وترك التوكل على غير الله وترك التحاكم إلى غير شرع الله نعوذ بالله، أن ينسب العدل إلى غير شرع الله عز وجل. ناس بتقول يجب مثلا أن يقدم بعض الناس إلى العدالة، وإيه هي العدالة؟ هي الحكم بالكفر والعياذ بالله، أحكام الكفار هي العدالة. لا، من يقول ذلك لا يكون مسلما. الذي يصف غير شرع الله بالعدل وليصف مخالفة شرع الله بالعدل لا يكون مسلما، شرع الله والعدل دون ما سواه، لا يتحاكم إلى غير شرع الله. وترك الغش والحسد والشحناء والبغضاء والضغائن للمسلمين كل ذلك من العبادة، عبادات تركية متعلقة بالقلب. طب في عبادات تركية متعلقة باللسان، ترك الأقوال الكفرية والمحرمة كسب الدين والقذف والشتم والبذاء والغيبة والنميمة والكذب وإخلاف الوعد وترك الخضوع بالقول من النساء، كل ذلك من العبادات. طب ترك بقى متعلق بالأعمال الظاهرة، غض البصر، بأنك ترك إطلاق البصر، غض البصر عن الحرام، حفظ الفرج عن الانكشاف وعن فعل الفاحشة، ترك سماع الأغاني المحرمة والموسيقى، ترك سماع الغيبة ورد الغيبة كذلك، يعني لابد أن يردها، رد الغيبة عبادة، وترك أكل الحرام والمعاملة بالحرام ولبس الحرام وشرب الحرام. الواحد لما يرمي الخاتم الذهب وما يلبسوش يبقى دي عبادة، لما ما يلبسش حرير يبقى دي عبادة، لما ما يشربش سجاير يبقى دي عبادة، ما يشربش مخدرات وخمرة وبيرة دي عبادة، ما يأكلش ميتة دي عبادة، يترك أكل الحرام بذاته أو بوصفه، يترك الأعمال المحرمة كالتعاون على الإثم والعدوان، يترك الإعانة على الحرام، ما يبيعش العنب لمن يتخذه خمرا، ما يشتغلش مثلا كوافير، ما يشتغلش مغني أو معين على ذلك، ترك أذية المسلمين، ترك الذهاب إلى أماكن الفساد وقرناء السوء،
ترك أذية المسلمين في أعراضهم وأموالهم وأبدانهم ومراعاة حرمتهم، كل ذلك من العبادة. حقيقة أن قضية العبودية بفهمها الصحيح هي أن يسير الإنسان وفق ما أراد الله شرعا، وهي الفارق بين الالتزام الحقيقي بالدين من عدمه. لذلك قضية الالتزام قضية عظيمة الأهمية. الإنسان ده ملتزم، يعني ملتزم يعني بيطبق كل حاجة في حياته بناء على إيه؟ أمر الله سبحانه وتعالى، هو ده الالتزام. تلاقي غير الملتزم حياته جزء منها بيطبق فيها الدين لما يجيله مزاجه، وبقيت حياته يقول لك عيش حياتك. قضية العبادة فهمها أساسي بقى. قضية العبادة معناها أن أنا أطبق الدين في كل حاجة، زي ما قلنا واضح جدا أن فعلا وتركا الدين لابد أن ينظم كل شيء في حياتنا. ولذلك قضية أن ده تزمت مثلا ولا تطرف ولا نحو ذلك، كل هذا من الباطل. التزمت والتطرف والتشدد معناه أن الإنسان يلزم نفسه بما ليس بلازم، يعتقد أن مثلا لو ما صلاش السنة يبقى خد ذنب. لا، لكن انه يحكم الشرع في كل جزئية من جزئيات حياته، ده هو الواجب. دون ذلك تحلل من الدين. ولذلك واجب على كل مسلم فهم قضية العبادة والدعوة إليها، إذ ببيانها وفهمها تتغير حياة الإنسان كلها، من الظلمة إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الجور إلى العدل، ومن الضياع والشتات إلى معرفة الغاية والاجتماع عليها، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد سبحانه وبحمده. اللهم اجعلنا من عباده المخلصين. حديث ما وسعتني السماوات والأرض وسعني قلب عبد المؤمن، لأن بعض الفرق تؤوله. هو أصلا حديث، هو مش حديث صحيح، ده أثر إسرائيلي وليس بثابت. والله عز وجل فوق العرش ولا يحيط به أحد علما، وهو بكل شيء محيط. ولو صح هذا لكان معناه العبد المؤمن أحب الله وامتلأ قلبه بحب الله، لا يحتمل غير ذلك. أما أن واحد يفتكر أن ربنا يبقى جوه القلب وأن قلب العبد المؤمن أحب ربنا، يبقى كفر، لأن ده معلوم من الدين بالضرورة أن ربنا مش جوه قلوب الناس. معانا كده؟ ما فيش واحد يقول أن ربنا جوايا، أو واحد قال ربنا جواه يبقى أكفر. ده النصارى كفروا عشان قالوا أن ربنا جوه مين؟ المسيح. فلو واحد قال كل المؤمنين كده ربنا جوه قلوبهم، لو قصدوا ربنا جوه قلوبهم مش بذاته، ولكن قصدوا حب ربنا جوه قلبك، ربنا جوه قلبي يعني اقصد انا بحب ربنا، نقول له كلامك معناه كويس بس تعبر تعبير صح، ان كلامك ده تعبر عنه تقول ان حب الله في قلبي وطاعه الله في قلبي. زي ما تقول ده انت في قلبي، هنقول له في الالفاظ الدنيويه محتمل. لما تقول فلان ده انت في قلبي يعني قصدك ايه؟ طبعا جازم ان انت ما هو ما دخلش جوه قلبك، لكن تقصد ان هو بايه؟ بتحبه جوه قلبك. تمام. فهو في الالفاظ المتعلقه بالله عز وجل ما ينفعش تقول كلام ايه؟ ما وردش. لازم تقول كلام منضبط، قول سديد واعتقاد سديد. يبقى نقول ان اللي بيقول ربنا في قلبي قصده ربنا انا بحبه من كل قلبي، نقول له قصدك كويس، عبر عنه بكلام ايه؟ كويس. لان ربنا لم يقل في كتابه انه داخل قلوب المؤمنين، ولم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الحديث الذي ورد كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، تفسره بلغة ثانية، فبي يسمع وبي يبصر، يعني بعون الله وتوفيقه واعانته. الله عز وجل لا يصير ذات العبد، ذات الرب منفصل عن ذات العبد. الله فوق عرشه بائن من خلقه، منفصل عن خلقه. وجود الخالق غير وجود المخلوق، ما يتقالش ابدا ربنا في كل مكان. ربنا يعلم كل مكان لكن ما يتقالش ربنا في كل مكان. كل اللي عندهم ولاد في سنه ثانيه ابتدائي يراجعوا كتاب الدين بتاع سنه ثانيه، عشان كاتبين في كتاب للولاد بيقولوا ان ربنا في كل مكان، وده كلام كفر. ربنا فوق العرش، ربنا يعلم كل مكان، ربنا قادر على كل مكان، ربنا يسمع كل مكان، يرى كل مكان. اما ان ربنا في كل مكان، مين اللي قال كده؟ اين في كتاب الله ان الله في كل مكان؟ ربنا عز وجل قال يخافون ربهم من فوقهم، قال امنتم من في السماء، اي من في العلو. ربنا فوق. ربنا فين يا فوق؟ صح. شوف اسالوا اي واحد، لو في حد في الشارع ماشي كده، اي طفل صغير اسالوه وهو هيقول. انا والله مره رايت واحد ماشي في الشارع الواد ابنه بيقول له ربنا فينا بابا؟ ربنا فوق مش كده؟ قال له ربنا في كل مكان، ربنا في كل مكان.
الولد بيقول له انا مش هقول اعلمه. قلت له ازاي تقول كده بس، ده ابنك بيقول الصح وانت تقول له الغلط. ربنا فوق. شكرا شكرا. الراجل مش فاهم طبعا، لان هو بيغنوا لهم يا موجود في كل وجود. اعوذ بالله، ايه موجود في كل وجود؟ طبعا ايات ربنا موجوده منتشره، اثار القدره في كل شيء. نعم، له في كل شيء ايه تدل على انه الواحد، يعني في ايات ربنا. لكن هو سبحانه وتعالى اين الله؟ في السماء، كما قالت الجاريه للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سالها اين الله؟ قالت في السماء. في السماء، مش جوه السماء برضه، ان السماء دي مخلوقه، لكن في السماء يعني في العلوم. ربنا فوق سبحانه وتعالى. فده معنى الكلام. هل يجوز الجمع جمع التقديم وتاخير المغرب والعشاء قبل ركوب الاتوبيس عند السفر للعمره بعد اذان المغرب مباشره وقبل اذان العشاء من بلد المسافر؟ لا، لا يجوز ذلك، لانه لسه ما سافرش. ربنا قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. يبقى امتى يبدا يقصر؟ لما يضرب في الايه؟ في الارض، لما يخرج بره البلد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على اهبه السفر في الحج، حديث انس، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين. امتى بدا يقصر؟ لما خرج من المدينه. اذا مفيش قصر لعمره ولا لغيرها قبل ما تخرج من البلد اللي انت سافر منه. طالما دي بلدك ما يجوزش لك لا جمع ولا قصر. صلوا المغرب وبعدين انزلوا في السكه صلوا العشاء. ولا جمع، ما هو الجمع سببه السفر، هو لسه ما سافرش، ما يجوزش لا جمع ولا قصر، لازم يخرج بره البلد. جمع في الحضر، جمع سوري يا استاذ، جمع سوري يعني صلى اخر المغرب وقدم العشاء، مش ان هو جمع حقيقي. وجمع في الحضر عشان المطر، لكن ما جمعش عشان هو مسافر. السفر لازم يكون في سفر، وانت بتقول السبب هو السفر، فالسفر ما يبقاش سفر الا لما تخرج من البلد. هل كان الناس في عهد موسى يقولون لا اله الا الله موسى رسول الله؟ نعم، بس مش شرط، ما كانتش شعار لهم، لكن كانوا بيقولوا الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب. دي مكتوبه في التوراه لغايه النهارده. الوصيه التي هي اول الكل، الوصيه العشر اللي ربنا اوحاها لنا، الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب، وان تحب الرب الهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. ده اللي موجود في التوراه وفي الانجيل، ان اول الوصايا هي لا اله الا الله. بس احنا ربنا ميزنا بالشعار ده، يعني احنا شعار ديننا ايه؟ اعظم كلمه لا اله الا الله. يوجد فتاه يا بنيه تعبد البوذا، كيف ندعوها الاسلام؟ حين لا تتكلم العربيه تتكلم الانجليزيه، ونحن لا نتكلم الانجليزيه. نجيب لها حاجات بالانجليزيه، طالما تعرف انجليزي نجيب لها حاجات بالانجليزي، نجيب لها حاجات مترجمه، مصحف مترجم وحاجات مترجمه، ونقول لها بوذا ده كان عبد زينا، كان بياكل ويشرب ويخش الحمام. بوذا ده معتقدين ان هو كان بشر من البشر ومات، يبقى ازاي نعبده؟ لابد لنا من خالق، خلقنا، خلق بوذا. بوذا ده اتولد، يعني كان عدم وعاش مده، وبعدين بيقولوا انه هذب نفسه، بس ما زال على عباده الاوثان او قال الحكمه. لازم نوضح لهم الامر ده، نوضح لهم وجود خالق لهذا الكون يستحق ان يعبد، لا يعبد غيره. احد الاشخاص متزوج من امراه سواء سوريه ولا مصريه، سوريه، طلقها خمس مرات. ذهب الى دار الافتاء بسموحه، واحد المشايخ افتى بانه مره كانت زوجته فيها حائض، والباقي قال له بعض الائمه حللها له، وافتى بان يردها بدون محلل، على ان بعض المرات عاشرها معاشره الزوجين. اعوذ بالله من ذلك. والله هذه الفتوى فتوى باطله مخالفه للشرع وللقانون. مش عايز اقول يعني القانون ده الا بس عشان ان ده خلاف المذهب المفتى به في الازهر وفي كل المذاهب الاربعه. يعني مسألة ان هو الحائط دي، هذا الامر محرم وباطل وقول لا يعتد به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هي واحدة لمن طلقها وهي حائط، قال هي واحدة، فلا اعتبار بهذا القول. الائمة الاربعة على ان المرأة الحائط اذا طلقت حسبت طلقة، فهذا القول باطل، وخمس مرات ثلاثة منهم تحرموا. نعم. هو ده الحديث اللي بيقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي واحده، قال له حسبت تطليق. هو ده الحديث اللي بتكلم عليه.
قال له مره فليراجعها، مره فليراجعها، دي معناها انها اتطلقت، بس قال له عشان هي حائض راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فان شاء طلق شاء امسك. فهو في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في روايات صحيحة ثابتة قال هي واحدة واعتمدها صحيحة، فما لاش اعتبار الكلام. المدارس بتلزم الطلاب لتحية العلم، وانت واقف كده قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اذا كان بعض الاقارب سواء اخو الزوج او غيره اذا دخل البيت حصل فساد، او عموما يعني اي احد الاقارب اذا دخل البيت حصل فساد او محاولة اعتداء او غير ذلك، لا يجوز ان يدخل البيت ولا يكون هذه خطيئة حسب الفساد اللي بيحصل. لو حد دخل البيت افسد فيه وقالوا له ما تجيش هنا تاني، يبقى دي مش خطيئة حتى يمنعوا الايه الفساد. والحقيقة الموضوع العبودية ده اللي حصل من الغرب كان ظلما وعدوانا لا شك فيه، وأما ما شرعه الله عز وجل من الرق فليس فيه الظلم ولا العدوان لأن سببه الكفر. أما هم فقد اغتصبوا يعني أناس من بلادهم وأكرهوهم على العمل فرقيق بغير ذنب اجترموه، وكثيرهم كان مسلما وأرغم على أن يتنصر ولعظم الله وعذب أشد أنواع التعذيب، فكان الذي فعله الغرب يعني دلالة على أفظع درجات الظلم والفساد بالإضافة إلى شركهم الذي كانوا عليه. أما أن الرق في الجملة ظلم فلا، وليس في هذا إهانة، لأن الإنسان الرقيق في الإنسان له حقوق شرعية كاملة تحترم إنسانيته وأدميته، وهو بمنزلة الدرجات التي جعلها الله عز وجل جعل الناس بعضهم فوق بعض، فلا بد من تفاوت الطبقات في المجتمع، ومن ضمن التفاوت أن يوجد الرقيق، والرقيق في الإسلام ثابت، ونصوص القرآن تثبت إباحة الرق بضوابطه الشرعية. هل صحيح يوجد سحر الأعمال في عمل؟ طبعا بلا شك، ربنا قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هل بالفعل يؤذي الناس؟ قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل نستطيع التخلص منه؟ نعم باللجوء إلى الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، استعوذ بالله عز وجل. علماء الفلك والأبراج مش علماء، جهال، من أتى عرافا أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اللي بيسموهم علماء الفلك والأبراج، علماء الفلك اللي هو ما بيقروا النجوم، أنت والنجوم، مش علماء الفلك اللي هو بتوع سفن الفضاء، لا، ده هم علماء الفلك اللي بيقولوا انت النهاردة هتكتب مبلغ كذا وهيجي لك النهاردة، النهاردة يوم سعيد، النهاردة يوم تعيس ما تخرجش، النهاردة مثل هذا الكلام. هؤلاء هم الكهنة الذين هم من الطواغيت الذين لا يجوز ان يذهب الانسان اليهم، ولو ذهب اليهم لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني اللي بيقرأ حظك اليوم مصدقا له يبقى صلاة 40 يوم مش هتكفر الذنب ده. القراية الواحدة 40 يوم صلاة، نعوذ بالله. لو صدقه فيما لا يعلمه إلا الله كفر، لو صدق إنه هو هيحصل حاجة ومن بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله حاجة بكرة هتحصل وصدقه تصديق باطن كده يبقى خارج من الملة، لو شك يبقى طبعا ما يخرجش من الملة. ممكن يكون معمول له عمل، ما يفكه له زي ما يفكه لنفسه، ما يفكه لنفسه هو إن معمول له العمل ده، يقرأ المعوذات هينفك ان شاء الله، مش محتاج شيخ، هو حافظ الفاتحة وحافظ المعوذات وحافظ آية السحر، يقرأ آية السحر الفرقان ربنا يعافيه منها، موجودة في تفسير ابن كثير في سورة يونس، تفسير ويحق الله الحق بكلماته الآية 81 و82، ارجع لها هتلاقي تفسير الآية بتاعت حل السحر دي ورد عن السلف. جزاكم الله خيرا.